مشروع وطني أطلقته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعنوان السياسة الوطنية التنموية، حيث ينبثق منه محورين: الدمج والتمكين الذي يشمل على مشروع إنشائي. المجمع هذا المفترض فيه أنه في كل ما يخص المعاق، يعني سواء اللي تكون إعاقته، يعني سواء كانت إعاقة حركية أو ذهنية أو نفسية وإلى آخره. فيها طبعا نواحي ترفيهية، فيها نواحي رياضية، فيها تأهيل علاج طبيعي، فيها تأهيل وورش للإعاقات الذهنية، فيها كل ما يهم المعاق. يتم تشخيصهم بالصعوبات اللي يعاني منها الشخص ذوي الإعاقة، يدخل إلى علاجات مثلا تناسبه، مثل علاجات اللي هي العلاج بالنطق، ممكن العلاج الطبيعي، ممكن العلاج اللي هو الممارسات اليومية، يدربون الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش يعني أو تأدية الوظائف اليومية. أما عن محور الدمج فيشمل الدمج التعليمي في المدارس الحكومية لإتاحة الفرص لجميع الأطفال من ذوي الإعاقة للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال. نعمل على الدمج في المدارس العامة عشان الأبناء يقدرون يندمجون في هذه المدارس. طبعا هذه لازم تتم على خطوات، يعني احنا نتكلم عن يعني دول متقدمة في هذا المجال، هي تدمج جميع الإعاقات حتى لو كانت ذهنية مثلا شديدة، حتى هذه مدموجة إلى حد ما. خلينا نتكلم عن الإعاقة الحركية. الإعاقة الحركية يحتاج تأهيل المبنى المدرسة فقط، أي فيعني هذا ممكن ندمجه بسهولة في المدارس، ولا يحتاج يعني ولا يكون عبء على المدرس أو إدارة المدرسة. السياسة الوطنية تشمل جميع جهات الدولة، فهم شركاء فيها، وستطبق هذه السياسة على مدار 5 سنوات لرفع مهارات وكفاءة ذوي الإعاقة لدمجهم الدمج الكامل في المجتمع. مروان محرم، تلفزيون دولة الكويت.